ويسرنا أن ندعو الآن فرقة أريج من نادي صحم لتكون الثالثة حضوراً على المسرح وليس ترتيباً للفرق المتأهلة في مسابقة الأندية للإنشاد لعام 2017 على مستوى السلطنة، بعد أن استمعنا إلى مشاركتي فرقة الوفاق وفرقة السرور. الآن سنستمع إلى مشاركة فرقة أريج من نادي صحم. فرقة أريج ستكون المشاركة الثالثة لهم في هذا المساء على مستوى الفرق المتأهلة. نرحب بكم وبحضوركم. بعد أن استمعتم إلى مشاركتي فرقة الوفاق وفرقة السرور، كيف تنظرون إلى مشاركتهم؟ كيف ترتيبهم الوفاق والسرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، يعني مستوى الفرق يتطور سنة بعد سنة. حقيقة أنا كلمة شكر أوجهها لوزارة الشؤون الرياضية على إتاحة الفرصة لمثل هذه المواهب في المشاركة. أنتوا تضعوا فرقتكم في أي مركز؟ الأول. الأول بثقة يعني؟ نعم. طيب والوفاق والسرور بذلوا جهد بعد، شدوا حيلهم؟ أكيد، يعني جهودهم مقدر، وأنا حقيقة قلت هذا الشيء قبل. أنتوا شاركتوا قبل؟ نعم. وفزتوا بالمركز الأول؟ نعم، 3 مرات متوالية. طيب، يعني المفروض يعني أيضا من باب يعني من باب الإثارة أن تتيحوا الفرصة أيضا للفرق الأخرى لأن تحصل على المركز المتقدم يعني. نعم، إتاحة الفرصة لا يعني أننا نتخلى عن المركز الأول. طيب الوفاق والسرور من الثاني ومن الثالث؟ السرور الثاني، الوفاق الثالث. السرور الثاني، الوفاق الثالث. نعم. طيب نحن خلنا نسمع مشاركتكم بعد ما نعرف النتيجة. بالفخر تسمو على الساحة.
أمير القلب سواها انظروها من محلاها من عطور المسك فواحة شفاها الروح ودواها في ضمير القلب سواها ضمير القلب سواحة انظروها من محلاها من عطور المسك فواحة هي شفاها الروح ودواها في ضمير القلب سواحة مننا والأمن مرساها والفرح بخط جناحة أمن واستقرار مبداها موطن للسعد وفراحة في المحافل دوم تلقاها نهجة للسلم وصباحة سيدي قابوس خلاها جوهر ومتلبسة وشاحة انظروها من محلاها من عطور المسك فواحة يشفاها الروح ودواها في ضمير القلب سواحة انظروها من محلاها من عطور المسك فواحة يشفاها الروح ودواها في ضمير القلب سواحة. شكرا لمشاركتكم، واكيد فرقة الوفاق وفرقة السرور يتمنيان لا تتحقق توقعاتكم، لكن ربما توقعاتكم تكون صحيحة وربما لا. وإني أمد يدي في غير يأس لعله يجود على عاص كمثلي يواصل. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا لترضى فرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقا مديدا لترضى فرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أما على مستوى الفرق ففاز بالمركز الأول فرقة أريج من نادي صحم. وفاز بالمركز الثاني على مستوى الفرق من نادي الحمراء فرقة الوفاق. وفي ختام هذا الحفل نتوجه لكم جميعا حضورنا الكريم بجزيل الشكر والتقدير على حضوركم وتشريفكم لنا في حفل ختام برنامج شبابي وختام مسابقة الأندية للإنشاد 2017. كما نرجو للجميع التوفيق ونبارك لكل الفائزين على مستوى الفردي وعلى مستوى الفرق، ولكم جميعا لكل الذين تم تكريمهم شكرا لكم. وأيضا نتوجه لمشاهدينا عبر تلفزيون سلطنة عمان عمان مباشر بالشكر الجزيل على طيب المتابعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويوم مكة إذا شرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعد والسهل عدو بظل كريم عفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل ويوم مكة إذا شرفت في